السلام عليكم. سنتابع من خلال هذا الفيديو كيفية إضافة ترجمة للقناة والأقسام الخاصة بها، حيث تسهل هذه الخطوة على المتابعين من خارج بلدنا الوصول إلى القناة، وحتى نتمكن من جذب جمهور أكبر للقناة. بداية نضغط على زر المسنن الموجود بجانب زر الاشتراك في يمين الصفحة، وفي آخر القائمة تحت عنوان Translating Info نضغط على Translating Channel Info. من هنا نختار اللغة الأصلية Original Language، ولنفترض أنها الإنجليزية. وفي جهة اليمين نحدد اللغة التي نريد ترجمة القناة ومعلومات القناة إليها، نضغط على Select Language، Add Language، Select Language. أضع هنا اللغة مثلاً العربية، ثم أضغط Add Language، ومن هنا أستطيع إضافة ترجمة عنوان القناة. كما أستطيع أيضاً ترجمة أقسام القناة إلى اللغة العربية، ثم أضغط على زر Save. أستطيع إضافة ترجمة إضافية غير العربية من خلال الضغط على Add Language مرة أخرى من جهة اليمين، ونقوم بنفس الخطوات ونحدد اللغة الجديدة. وفي حال أردنا حذف ترجمة، نحدد اللغة من جهة اليمين ونضغط على أيقونة الحذف على شكل سلة محذوفات، وأخيراً وبعد إنهاء كل شيء نضغط على Save في آخر الصفحة من الأسفل.